لم يحرم الإسلام شيئاً إلا لضرر فيه، ثم لم يكتفي بذلك حتى وضع له بديلاً يسد الحاجة. الدين الإسلامي الحنيف بالغ في احترام كيان الإنسان وشخصيته لدرجة التحذير والمنع من إرهاب الإنسان أو تخويفه أو الإساءة إلى كرامته. الغرور، العنف، الابتعاد عن منطق اليوم، هذه الثلاثة من أبرز ما سبب سقوط الحركات الإسلامية.